توفيق نور الدين رئيس جماعة ديال ولاد صالح. بالنسبة لهذا السنة وهذا التأخر ديال الأمطار بسبب التغييرات المناخية، الفلاحة بالمنطقة كتعرف عدة مشاكل، والزرع كنتظروا إن شاء الله هطول الأمطار الله يرحمنا. غير هو الفلاحة ديال المنطقة راه كيعانيو نتيجة غلاء المواد العلفية وقلة التساقطات اللي أثرت على على الموسم الفلاحي الحالي. والناس دابا في الأسواق راه كيبيعوا الماشية ديالهم بأثمنة ضعيفة، وبالتالي خاص الدولة تدخل باش تدعم الفلاحة وتوفر لهم المواد العلفية بأثمنة مناسبة. كان الفلاحة في ولاد صالح الحمد لله الناس عندنا فلاحة كبار وكيمتهنوا هاد الحرفة، ولكن نظرا لصعوبة الظروف المناخية اللي كتعرفها بلادنا وولاد صالح هي بصفة خاصة، الناس بحال اللي ولاو الفلاحة ما كيبقاوش ينشطوا فيها بزاف، ولكن كينتظروا الغيث والأمطار الله يرحمنا في هاد اليوم الجمعة المباركة.